الخنجر الفضي، وهناك أيضا جائزة عينية قيمة رصدت بورش كاين رصيدة للفائز بالمركز الأول. وأرحب بأخي وزميلي مطلق بن علي العنزي معلقا على شوط الخنجر الفضي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ، بسم الله نستعين. دائما متابعينا مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضراتكم في انطلاقة موفقة إن شاء الله مع أسبوعنا الأخير ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير لسباقات الهجن العربية الأصيلة على سيف حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني حفظه الله ورعاه. تابعنا الشوط الماضي شوط رئيسي خاص بالثنايا وأيضا شلفة فضية لصاحب المركز الأول، خطفت الشلفة المرشحة الأولى في هذا الصباح مع هذا الشوط وصاحبة الرمز والشلفة أيضا في سباق المؤسس الماضي. نهب للسيد راشد بن ناصر بن شابل المري، حققت رمزا آخر في هذا الموسم. تهانينا لبن شابل ولعشاق هذا الشعار على هذا الفوز المميز. انطلق على بركة الله شوطنا الرئيسي الأول الخاص بالقعدان مع هذا المسار، مع مسار 8 كيلومترات. هنا جائزة خنجر فضي لصاحب المركز الأول، وأيضا سيارة بورش لمن يحقق الناموس. ننطلق مع هذا الصباح الجميل مع هذه الأسماء، نعلن المراكز الخمسة الأولى بادئين مع من يحتل المركز الأول النشمي للسيد شفيع بن علي بن سعيد بن شفيع آل فهيدة على المركز الأول، يليه المركز الثاني. المركز الثاني هناك عناد راشد بن عبد الهادي بن علي الشهواني. المركز الثالث، المركز الثالث هناك أفندم على المركز الثالث عبد الله بن جابر بن حمد بن جابر الحنزاب على المركز الثالث. المركز الرابع هنا وعد على رعد على المركز الرابع، رعد للسيد عبد العزيز بن محمد بن ناصر بن محمد الخليفة، هذا هو اللي بالمركز الرابع. المركز الخامس، المركز الخامس يتواجد وينطلق مروح عبد المحسن بن عبد الهادي بن ذروة. هذه نتيجة المراكز الخمسة الأولى، أول نداء، أول انطلاقة موفقة مع هذه المسافة 8 كيلومترات. البحث عن الخنجر، من هو سيحقق، من سيحقق الناموس ومن سيحقق الخنجر، من سيفوز في هذا المهرجان الغالي، من سينتزع هذا الفوز الموفق. الله، المركز الأول ينطلق شعار جميل على الصدارة مع فندم على المركز الأول. هنا ينطلق مع المركز الأول عبد الله بن جابر بن حمد بن جابر آل حنزاب بوبرجس يتواجد وينطلق بالمركز الأول باحثا عن تحقيق الناموس. عن الخنجر اللي في خط النهاية ينتظر واحدا من هذه الأسماء، خنجر بالإضافة إلى سيارة ثمينة يا أخواني، سيارة بورش، بورش آخر موديل لمن سيحقق الناموس وينتزع ويفوز مع هذا الصباح المميز في هذا المهرجان الغالي. المركز الثاني رقم 5 عناد راشد بن عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الشهواني على المركز الثاني. شعار مميز، شعار خطير، شعار مثير، يبحث اليوم الشهواني عن الفوز وعن الانتصار. المركز الثالث، المركز الثالث النشمي شفيع بن علي بن سعيد بن شفيع آل فهيدة مع المركز الثالث. هنا ينطلق على المركز الثالث نقلة أخرى إلى المركز الرابع، إلى المركز الرابع في ندائنا الثاني. الرقم 2، الرقم 2 رعد،
للسيد عبد العزيز بن محمد بن ناصر بن محمد الخليفة على المركز الرابع. المركز الخامس معي عبد الله بن جابر بن حمد بن جابر الحنزاب، يقدم اسمين هذا الشعار، يقدم اسمين، ولكن بن ذروة متواجد، خطير خطير بن ذروة اللي يحمل الرقم 3 على المركز السادس، احد الاسماء المرشحة في هذا الصباح لخطف الخنجر. ولكن الامور مع ابو برجس على المركز الاول، الامور والصدارة والمقدمة مع شعار ابو برجس على صدارة ومقدمة الشوط مع افندم الذي ينطلق باول الاشواط الصباحية الخاصة بالقعدان. ينطلق افندم عبد الله بن جابر بن حمد بن جابر الحنزاب مع مقدمة الشوط مع الشعار الاصفر، ينطلق حاملا لهذا الشعار وحاملا ايضا لامال عشاق شعار، ينطلق ينطلق مع المركز الاول مع صدارة ومقدمة الشوط يا فندم، وهذا الشعار شعار كابل وشعار معي، معروف هذا الشعار جيدا، نعرف هذا الشعار، شعار بو برجس مع مقدمة وصدارة الشوط. نقلة اخرى الى المركز الثاني، شعار الشهواني، الشعار الخطير يا اخواني، شعار خطير الشهواني، اسم مرعب الشهواني. الله، في مساء البارحة رشح من خبراء خبرانا المحللون الذين يتواجدون هناك في الاستديو مع الزميل سعد بن مثرع العتيبي، رشح هذا الاسم، رشح عناد راشد بن عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الشهواني، احد الاسماء القوية، صاحب انجاز، ينطلق على المركز الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث النجمي، لا زال النشمي في دائرة المنافسة بأيضا المثلث الذهبي، شفيع بن علي بن سعيد بن شفيع آل فهيدة مع المركز الثالث. المركز الرابع، ديروا بالكم من هذا الشعار، ديروا بالكم من هذا الشعار المتواجد على المركز الرابع، خطير بن ذروة، خطير بن ذروة، وشعار جميل أيضا، شعار مميز، مروح، صاحب إنجازات، الكل يعرف مروح، اللي ينطلق على المركز الثالث على المركز الرابع عبد المحسن بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروة البريدي على المركز الرابع. المركز الخامس، نقلة أخرى إلى المركز الخامس، وهو معي عبد الله بن جابر بن حمد بن جابر آل حنزاب. هناك ترشيحات يا أخواني، ولكن لن نعلن هذا الترشيح إلا عند الكيلومتر الأخير، مبطن هذا الترشيح مع هذه الأسماء مع هذه الشعارات. الله، الخنجر يا اخواني، ومعه سيارة بورش، بورش 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 عند خط النهاية يا جار الله، بورش مع خط النهاية. الله، على المركز الاول على الصدارة يا فندم، افندم يقود الاسماء، 3 كيلومترات بقى امامنا، راحت 5 كيلومترات ثقيلة مع هذه الاسماء مع هذه الشعارات ومع الخنجر، الخنجر الفضي. خلاص يا اخواني، نحن في الاسبوع الاخير، اول ايام اسبوع الكبار، هذا المهرجان الغالي الكبير، مهرجان صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه، هذا المهرجان الذي اجتمع في هذا الميدان أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، حاضرين مشاركين أيضا في هذا المهرجان الغالي من شتى أقطار الخليج، ومتابعة أيضا إعلامية لهذا الحدث المهم هنا في ميدان التحدي بمنطقة الشحانية على واسع نطاق دول مجلس التعاون، وأيضا الوطن العربي الكبير يتابعون هذه الأحداث المهمة في هذه الأيام المباركة. نتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله، نتمنى لهم التوفيق ومزيدا من الناموس. نعود إلى مجريات الخنجر، الخنجر يا أبو برجس، الخنجر، بدأنا نقتل
نقترب نطوي المسافة كل شوي رايحة 200 كل شوي رايحة 200 ولكن خط النهاية ينتظر واحدا من هذه الأسماء. بدأ أبو برجس بالانطلاق، أين أنت ذاهب؟ لا زال أمامك 2 كيلومترات 2 كيلومترات يا أبو برجس مع أفندم، ولكن اسم آخر اسم آخر يضم هذا الشعار في شوط الخنجر، الله البورش عند خط النهاية، ولكن الشهواني خطير، الشهواني خطير مع عناد راشد بن عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الشهواني أحد الأسماء المرشحة، ينطلق على المركز الثاني، مروح بن ذروة قادم على المركز الثالث المركز الرابع. مرحبا بهذا الشعار، مرحبا بغيث وعلي بن زيد بن محمد بن محسن آل بحيح على المركز الثالث المركز الرابع والمركز الخامس، شعار بو برجس على المركز الرابع وعلى المركز الخامس. خلاص بان الخنجر، بان الخنجر، بان بان الخنجر، بان بان، الله. هذه المراكز الثلاثة الأولى التي رشحت في مساء البارحة في مهرجان مميز مع هذه الأسماء العملاقة، عناد ومروح وغيث، الخنجر إلى أين؟ الشهواني اسم ارتبط بالرعب، مرعب الشهواني، مرعب هذا الاسم، الله. على المركز الأول عناد بدون أي أوامر مع هذا المسار، مع البورش، مع البورش، مع الخنجر، الخنجر، الخنجر الفضي في هذا الشوط الرئيسي الأول. غيث 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 مع حزام بن زيد، مع غيث، مع غيث، غيث، الله. قادم غيث بكل قوة مع شعار علي بن زيد بن محمد بن محسن آل بحيح، الخنجر بن ذروة قادم، الخنجر، 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 راح 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 مع هذا الشعار، مع غيث، مع غيث، غيث علي بن زيد بن محمد بن محسن آل بحيح. جود مورنينج، جود مورنينج، وصباحك ناموس مع هذا الفوز المستحق، مع غيث علي بن زيد بن محمد بن محسن آل بحيح يحقق الخنجر، يفوز مع هذا الشوط. تهانينا والناموس للسيد علي بن زيد محمد بن محسن آل بحيح، تحقيق الخنجر الفضي الخاص بالقعدان. تهانينا والناموس، تهانينا والناموس على فوز غيث بالمركز الأول، وتهنية من المخرج بن خزينة على هذا الفوز، يقدم تهنية خاصة لعلي بن زيد محمد بن محسن آل بحيح. تهانينا والناموس. المركز الثاني عناد للسيد راشد بن عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الشهواني. المركز الثالث، المركز الثالث معي عبد الله بن جابر بن حمد بن جابر الحنزاب. المركز الرابع مروح عبد المحسن بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروة البريدي. المركز الخامس الأدهم لمحمد بن سالم بن مبارك بن جهويل المري. تهانينا والناموس متابعينا مشاهدينا الكرام لمن حقق الناموس في هذا الصباح وخطف الخنجر الخاص بالقعدان. شوط الانتاج يحققه ويفوز في هذا الصباح عبد المحسن أو السيد علي بن زيد بن محمد بن محسن آل بحيح. تهنئة لعشاق هذا الشعار المميز، وتهنئة خاصة لحزام بن زيد على هذا الفوز المميز. صباحكم خير عشاق هذا الشعار خاطف الخنجر الفضي والبورش مع هذا الصباح الجميل. والله ناموس ولا أحلى يا أخواني، والله ناموس رائع في هذا الصباح في هذا المهرجان. 12 دقيقة 31 ثانية، 5 أجزاء من الثانية هو توقيت غيث لعلي بن زيد
بن محمد بن محسن آل بحيح. تهانينا والناموس على هذا الفوز، فوزه بالخنجر والسيارة البورش. تهانينا والناموس. المركز الثاني 12 دقيقة 32 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. هذا هو توقيت عناد لراشد بن عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الشهواني، أيضا من المرشحين في هذا الشوط، حل وصيفا مع هذا الصباح. المركز الثالث رقم 12 معيلي عبد الله بن جابر بن حمد بن جابر الحنزاب. التوقيت الزمني كما تتابعون على الهواء مباشرة 12 دقيقة 34 ثانية، جزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس لكل الفائزين. إذن الخنجر يذهب مع هذا الصباح مع